لو ناس زعلانين مع بعض ازاي يدوبوا اللي بينهم؟ يعني انا مثلا لو انا زعلان مع مراتي مثلا قولي لي طريقه. اقول لك انا بس انا بصراحه اصلي اللي انا بحبه قوي بس هو ممكن مش بيحصل عندي قوي، هو انك تقعدوا انتوا الاثنين تتناقشوا في المشكله هتعمل مشكله تانية وتتقفل بالراحه وما تتفتحش تاني خالص، هيجي غيرها فانا اقفلها تاني، يعني يبقى في كده زي انه نقفل الموضوع نبقى مقتنعين. أيوة. مش سهل قوي لما بيبقى فيه وجهات نظر وراجل وست انا شخصيتي بقى انت عندك روشته حسن بقى بيعادي يلا انا شخصيتي ليا كونسبت كده ممكن يبقى مع نفسي ويبقى غلط معرفش فكره بقى نوع يعني ايه الحياه قصيره وبسيطه وعايز الامور كلها تعدي في السلاسه وعايزين نضحك ومش عايزين مشاكل خالص تمام. ده تفكيري فحصل مشكله لو انا غلطان خلاص سوري هي غلطانه سوري ونخلص الدنيا مشكله ان ساعات بيحصل مش صح لا مش صح مش انا معاها انه مش صح, مش صح. لان لو ما حلناش الحكايه هنقفل يا عم وانت مش ما فهمتنيش أيوة. طب انت ما فهمتنيش صح وفاكر ان انا وجهه نظري لازم تفهم وجهه نظري عشان تفهمني وتصدقني ساعتها لا ايمي بقى تحب مثلا لو في مشكله نقعد نتكلم فيها 3 4 5 6 7 8 9 ساعات عشان تتقفل بس ما بتتقفلش لا عشان تتحل من جذرها النقاش الكتير عايزه لونجير هنا لا عايزه اقفل ده انت كده لونجير لا انا عايزه اقفل تتكلم مشكله 5 ايام طب ولما نقول سوري ونقفل القصه مره واحده هتقعد فيها انا مش قصدي تقول سوري وتخلص ما هو حبيبتي المشاكل كتير ايوه هيحصل دي ويحصل دي ويحصل دي وكل شويه هتحصل مشكله مش كل المواقف اللي فيها مشاكل هنقف عندها لا مش كله في حكايات لازم هنقف عندها لا مش كله بس اقصد ان بس حسب المشكله يا جماعه لما تكون مشكله بسيطه ممكن تعدي انا موافقه بس انت كده كده عندك مشاكل كتير بسيطه يعني الناس كلها على طول عندك اختلاف وجهات نظر عندك ده لا فده اللي بنعديه لكن بتكلم انه انت عندك مشكله دلوقتي ما ينفعش تتقفل بان انت فاهم ان انا وحشه او انا اقفلها بان انت غلطان بس يلا سامحك عشان انت جوزي لا طب وليه ممكن مثلا بعض الحاجات بتحصل صح انا بتلاقي ان يحصل نقاش على موضوع معين وبعد فتره معينه من النقاش انت بتقرا كده بذكائك ان الطريق مسدود انت شايف ان انت صح وهي شايفه ان هي صح ايوه تيجي تقنع تجيب كده تجيب كده تجيب كده خلاص انا بقى اقوم عامل ايه في الموقف ده اللي بيحصل لي تقوم متنازل اقوم مكبر دماغي خلاص مش مشكله خلاص وبتاع فبتتحسب لي فيفر هي انا مش عامل هي بقى ايه هي فيفر لا انا لازم وانا مش عايزه فيفر هي بقى عايزه في كمان يا ايمي نوع من المناقشات بيخلي الواحد يتخنق بس هتعمل مشاكل جامده انا ببقى حابه قوي لو تجيب حد ثالث تقول له ده صح ولا ده صح ده بقى والتالت ما ينفعش ممكن هو حسن يبقى ما بيحبش يدخل حد غيره لا انا العكس على فكره انا ما بدخلش حد اكتر منه يعني هو حسن اصلا شخص طبيعي انا اوفر مش طبيعي انا اصلا بني ادم كاكوم قوي لدرجه ان اختي ما تعرفش عارف الناس دي اللي هو مستفزه ده مطلوب انا اوفر يعني انا اوفر يعني بس مش الدرجه دي انا اوفر انا بعترف انا اوفر طب ده انا كتومه دي مشكله لازم تحليها يعني قصدي ما بعرفش اتكلم مع حد هي مقفله على بيتها ومقفله على حاجتها دي بس انا اختي مش وحشه اختي حبيبتي بس انا اقصد انا ما بعرفش احكي مشكلتي لحد بحس ان مفيش حد هيفيدني غيري بتكسف احكي يعني بتكسف احكي انا عندي مشكله مثلا يا مامي او لدنيا او بتكسف احكي بحس كتير في المشاكل بيتعبني وبيزهقني عايز يلا تعالي انت عايز ايه خلاص يلا لا انا مش معاك في ده انا الكبير يا عمو دي مش معاكي في ده يعني انا ليا حته في النص بالظبط